فهد بن شريان. ونعم يا فهد. مالك زود مسعود. ونعم. شحمة قريش. ونعم. مالك زود. طيب نعلن عن اسم شخص ما هو موجود معنا في المجموعة. اخواني ارفعوا لي الصوت بس. تمام. طيب نقول ألف مبروك للمتاهل الأول إلى مرحلة الخمسين سلمان الشلاحي المطيري. مبارك لك. استاهل استاهل استاهل. طيب خلونا نعلن عن الاسم الثاني. ألف مبروك للمتسابق اللي راح يروح لمرحلة الخمسين تركي غرم الله الغامدي. استاهل. طيب ممتاز. إذا نعلن عن الموجودين فقط. ممتاز. نقول ألف مليون مبروك للمتأهل لمرحلة الخمسين. خلوا المفتاح بعد شوي إذا كان في أحد منكم راح يأخذ المفتاح. راح نعلن. تتوقع يا طالب؟ بإذن الله. بإذن الله. والله قادر على كل شيء. أبو شريان سم سم الله. شو اخترعت؟ ما اخترعت. لاحق على الخلعات في مرحلة الخمسين. ألف مبروك يا فهد. الله يطول عمرك. يطول عمرك. يطول عمرك. يا رب يطول عمرك. يا رب يطول عمرك. موفق. ألف مبروك لفهد بن شريان وصوله إلى مرحلة الخمسين. هذا أبرك يوم عندي وأنا مستانس. من يوم كلموني وأنا يومين وأنا مستانس. تستاهل. مرحلة الخمسين ما تعني أنك أنت وصلت للقرية. يا رجل وجودي هنا تسني ماسن بارك الحين ما أخذه في بناء. جاء ربي يوفقك. جاء ربي يوفقك. الغانمة وعندكم. شكرا لك. طيب خليك معنا فهد. خليك معنا هنا. طيب. أعطوني الاسم. ممتاز. خلونا نبارك كذلك للمتأهل إلى مرحلة الخمسين. نقول أبو ماجد ألف مبروك يا سحمي. استاهل 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 يا سحمي. ألف مبروك. فهد وسحمي وصلوا إلى مرحلة الخمسين ما قبل الدخول إلى البرنامج واللي قرارها في يدك أنت عزيزي المشاهد. طيب نعلن عن من أخواني في الكنترول. ممتاز. طيب نقول أنا ما أعلنت للمجموعة. خلونا نشوف شخص نعلن عنه سواء مغادر. عاد تتوقع أنك تستمر؟ فيني مركب تكبر. ها؟ فيني مركب. فيكم مركب؟ أيوة. طب انا فيني شوق كبير اني اعلن عن سعد. الف مبروك يا سعد. استاهل 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 مبروك يا سعد. استاهل استاهل استاهل. سحمي وسعد وفهد وصلوا الى مرحلة الخمسين الحمد لله رب العالمين. طيب باقي شخص واحد فقط صح؟ طيب اعطوني الاسم. ممتاز. معنا شخص واحد فقط بتأهل. ولكن هل بتأهل إلى مرحلة الخمسين أو بتأهل إلى القرية مباشرة؟ العلم عند الله. عايض طالب. عفوا طالب اسمحوا لي في الأسماء بس تنزل النظارة شوي إن شاء الله بس عشان نشوف عيونك أفركم في طوح. تتوقع يا طالب أنت بتتأهل والله بالمفتاح أول مرحلة الخمسين؟ والله بجي جنبك والله يطول العمر. العلم عند الله والله يكتب لي فيه الخير. حصل ولا ما حصل؟ عايض سامي. تتوقع؟ أنا أقول إن شاء الله. أنا متفائل في الجمهور والجمهور إن شاء الله متقبلني وبإذن الله أني أما على طول ولا كلها واحد. طيب